ميرسي. فارس، كنت قلت لك انه انا في عندي شريك بدي فوت انا وياه بشغل جديد، وكنا حابين انه نعمل لك زياره، يعني بركي انت بتحب كمان تفوت معنا بهذا الشغل. ظبط موعد مع خليل وحكوا مع بعضكم. بس نحن كنا عم نفكر انه يعني نلتقى كلنا سوا كأول اجتماع. ايه خليل، حكوا مع خليل. شو يعني ما فهمت؟ شو يعني حكوا مع خليل؟ ما كان بدي يحكي بهالموضوع على العشاء لأنه الموضوع انفتح هلا فما رح اتهرب. أنا سلمت كل شغلي لخليل. يعني خليل صار المدير، أنا استقلت. لحظة لحظة، أنا ما فهمت. كيف؟ كيف كيف؟ ليش ماما؟ ليه؟ من أمتى هذا القرار؟ ليه أنا ما معي خبر؟ لأنه أنا ما خططت لهالشيء. يعني أخذت القرار اليوم الصبح. هلا عم بخبركم. وكمان بيع أسهمك الفرد مرة، هيك صارت. أنا مالي شي في قرار غير مسؤول هالقد. طيب أنا حكت لعند فاروح، طب أخبرنا عن مشاريعك بس تفضل.